انه الست ساها تفضلت وقالت عن كم الاحتفالات وعن التعاون اللي بيصير بينهم كجهات خاصه منظمه لهالنوع من الحفلات وكوزاره السياحه وايضا قطاع عام بشكل عام، قد ايه بتشعري بانه دعمكم بيقدر انه ينجح حفلاتهم اكثر واكثر؟ يعني انا بقول دور وزاره السياحه ودور الحكومه بشكل عام هو ممكن. فاليوم احنا في عنا يعني شركات، وطبعا جمعيه اصدقاء مهرجانات الاردن وشركات اخرى كمان عماله يعني بيكون دورهم جدا مفصلي في انه يدعم السياحه في الاردن وخصوصا سياحه المدينه او سياحه المهرجانات. احنا اليوم لو ما في عندنا الحرفيه الموجوده اللي شفناها مع مثلا مع جمعيه اصدقاء الاردن او زي ما حكيت الجهات الاخرى كمان، احنا دورنا بيكون ما إلوش معنى. يعني اليوم التنظيم اللي احنا شايفينه من القطاع الخاص تنظيم رائع يضرب به المثل، وهذا بيسهل العملية التشاركية. يعني إحنا بنعمل اللي بنقدر عليه، وبنفس الوقت شريكنا اللي هو القطاع الخاص في إنه يجيب هيك فعاليات على البلد عماله بيكون على مستوى راقي وعلى مستوى عالي من الحرفية. فالحمد لله يعني وصلنا لمرحلة اللي نضاهي فيها العالمية، وزي ما تفضلت الست سهى يعني إحنا يمكن اليوم من أفضل الدول اللي بتعمل هيك فعاليات، فإشي كمان إحنا نكون فخورين في كتير اللي قادرين نعمل هذا الحكي. بدي أحكي لكم بس قصة صغيرة. أنا قبل أسبوع رحت على حفلة مارسيل خليفة، الحفلة كانت مليانة. أنا لما وصلت كانت الساعة 8 إلى 10، الحفلة كانت على الساعة 8، طلعت بقول معقول لهلأ ما حد جاي؟ هل قد رواء كان الوضع، الكل واصل، الكل. كمان انا بدي احيي الجمهور لانه جمهورنا عماله بيكون كمان راقي جدا، راقي في 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 تفاعله مع هذه الفعاليات. يعني بصوره عامه الحمد لله الحمد لله وضعنا بخير، ووضعنا رائع بما يخص خلينا نقول تذوقنا للثقافه وتذوقنا للفن. وطبعا يعني الشكر موصول للست سهى، وكمان بدي احكي كمان للفعاليات للجهات الاخرى زي مهرجان جرش، زي كمان في 16/5 او 16/5 اللي جايبين رهبانيات وجايبين كاظم الساهر، في كمان شركات صغيره يعني مهرجان الفحص ايضا الفحص كان مبسوط، كل حفله امريكا كمان كانت حدث كثير مهم. صح، ففي يعني وفي عندنا مهرجانات كثير عمالها بتصير بالبادية الشمالية، وفي يعني في حراك فني ثقافي عم بيصير بالأردن على مستوى العالمية وكمان على مستوى الإقليم وعلى مستوى البلد. فالحمد لله يعني احنا انا بقول لازم نغير فكرتنا عن حالنا. احنا شعب بنحب الكيف، والكيف مش شيء غلط، بالعكس شيء حلو، لانه هذا للروح، هذا يغذي الفن الراقي يغذي الروح. فهذا هذه الشغله لازم احنا نركز عليها.